بعد أن غمرت السيول مساكنهم وجرفت خيامهم، كيف أصبح النازحون مزاراً للأوبئة والسيول والكوارث الطبيعية والبشرية؟ ما هو دور الدولة تجاه مواطنيها ومسؤوليتها في تخفيف من معاناتهم؟ وأين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟ أهلا بكم. شهدت محافظة مأرب ومحافظات أخرى كارثة إنسانية جراء سيول الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة التي ضربت عددا من المحافظات اليمنية وتسببت بمقتل وإصابة الكثير من السكان وتحديدا النازحين من سكان المخيمات، ناهيك عن تدمير المقومات الأساسية للنازحين في كافة القطاعات الإنسانية ومن أهمها الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والإصحاح البيئي والحماية. ورغم الإجراءات التي اتخذتها سلطة مأرب في احتواء النازحين والمساهمات المجتمعية في إسنادهم، إلا أنها لم تستوعب احتياجاتهم كاملة. فهل بات على اليمنيين أن يواجهوا كوارثهم في غياب الدولة التي تمثلهم؟ أين هي الحكومة والوحدة التنفيذية للنازحين واللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الإغاثية والإنسانية من هذه الكارثة؟ كأن كل شيء ضدهم. حرب أخرى على النازحين الهاربين من جحيم الحرب في المحافظات الأخرى إلى مأرب، طرفها الآخر هذه المرة الطبيعة بمطرها وسيولها وعواصفها التي عصفت بحياتهم هنا في مخيمات النزوح. ضرب إنسان جالس هنا، بس احنا بالبلاد رجعنا وقت الحرب، هربنا كاوش عيالي الحوثيين واحنا هربنا بعد هون لا هنا هربنا، بس كنت ساكنين في الزراعة بس على فعيالي شقون وابوها مالفنا الريال بغير الريال وعمر لنا غرفه دي بس السيل. هاربون من سطوه الميليشيا قبل ان تجرف السيول مأواهم لتضاعف معاناتهم بعد ان اغلقت كل الابواب في وجوههم وتتسع مساحه الالم وتكبر الهزيمه. لا فرق هنا بين المخيمات المكتظه بالنازحين او اولئك الذين تمكنوا من بناء بيوت بسيطه حسبوها كافية ولو بالحد الأدنى لحمايتهم، لكنها لم تصمد أمام سيول الأمطار الغزيرة والعواصف التي خلفت كل هذا الدمار في مأرب ومحافظات أخرى. يجمعون أبواب منازلهم المدمرة وتفاصيل حياتهم التي بعثرتها السيول. بيوت انهدت على الأرض تماماً، تساوت مع الأرض، بيوت تشردت الأهالي، تشردت الأسر، أخذت الملابس، أخذت الأثاث، أخذت كل شيء، لم تخلي في بعض أكثر أغلبية البيوت لا شيء أن يذكر. كان لمخيمات النزوح النصيب الأكبر من الكارثة، حيث طالت أكثر من 14 مخيماً تضم آلاف النازحين من محافظات عدة. كانت النتيجة وفاة 3 أطفال وفقدان أم وطفلها، ولا تزال بلاغات الكارثة تتوالى للجهات المعنية. حالات 4 حالات وفيات وفيه 2 مفقودين وفيه 99 جريح من ضمنهم 7 حالات حرجة. الحالات التي تضررت أكثر من 10786 حالة، هذا التقرير الأولي. معارك على أكثر من جهة بات عليهم أن يخوضوها منفردين دون غوث أو سند إلا أملاً بالله وحب البقاء. أناشد السلطات والمنظمات الدولية والإنسانية بمساعدة النازحين وكل من تضرر سواء كان من أهل البلاد أو غير أهل البلاد، ومناشدة السلطات ومناشدة المحافظ السلطان العرادة. نداءات كثيرة وأصوات ارتفعت تطالب بمعالجات وحلول عاجلة للتدخل واتخاذ التدابير لإنقاذ النازحين، لكن يبدو أن تلك المعالجات لن تأتي قريباً باستثناء ما يتم تداوله عن قرار السلطة المحلية بمأرب تسكين النازحين المتضررين من السيول في فنادق المدينة على نفقتها، ولكن يبقى ذلك حلاً مؤقتاً، فمتى يأتي الحل الشامل؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الناشطة سلسبيل علي ونازحة أيضا من محافظة الجوف من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أخت سلسبيل، والحمد لله على سلامتكم. أهلا وسهلا بكم. بداية
نرحب بقناة، نشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاكل النازحين وتواجدها الدائم في قلب الحدث. أهلا بك سلسبيل، وبداية حدثينا عن وضعكم حاليا بعد حدوث الأمطار والسيل في المخيمات. حقيقة أولا ما حدث ليلة البارحة كانت مأساة كبيرة جدا، تضاف إلى المآسي والفواجع المتلاحقة علينا. الكثير من البيوت دمرت، مخيمات دمرت بشكل كلي كمخيم السويداء، أيضا جرفت السيول الكثير من الأحياء وفي وسط المدينة كالروضة والشبواني وغيرها. حاليا يعيش أغلب هؤلاء النازحين. نعم تفضل تفضل. الكثيرون الآن من النازحين موجودون في العراء، لا يجدون مسكن يأويهم ولا حتى مواد غذائية وحتى الملابس، ولكم أن تتخيلوا تلك الحالة التي يعيشها هؤلاء. نعم يعني هذه الكارثة كما قلت هي إضافة للمشاكل التي تعانون منها سلسبيل. بداية يعني أود أن تطمئنني، أين هم النازحين بعد أن جرفت السيول منازلهم؟ ما يزال الكثير من النازحون الآن في العراء، البعض منهم اتجه إلى لمن يعني يوجد لهم بعض الأقارب، لكن الأغلب ما زالوا متواجدين في العراء. لا يوجد تدخل فعلي من قبل المنظمات والسلطات المحلية بشكل جاد، لكن ما زلنا نأمل أن نلاقي فرج إن شاء الله. طيب يعني كان في الأخبار بتقول إنه السلطة المحلية أخذت النازحين وأوتهم في الفنادق على حسابها، هل يعني هل حدث ذلك؟ يعني أنت تقولي الآن النازحين موجودين في العراء. أولا نشكر السلطة المحلية على الجهود التي قامت بها، لكن لم تستطيع أن تكفي كل ذلك الكم الكبير، ربما قليل من استطاعوا أن تتكفل بهم السلطات المحلية، لكن ما زال الكثيرون في العراء. كم تقريبا كم تقريبا مساعدة، كم العدد يعني النصف أو الربع أو كم تقدرين؟ لا توجد عندي معلومة واضحة، لكن قليل جدا. نعم طيب يعني إلى حد اللحظة لا يوجد أي تدخل من أي جهة غير ما قامت به السلطة المحلية، لم تأتي إليكم منظمات، يعني اللجنة العليا للإغاثة، لجنة أيضا رئيس الوحدة يعني التنفيذية، الوحدة التنفيذية للمخيمات وما إلى ذلك. هنالك نداءات كثيرة من النازحين المشردين، لكن قليل جدا ذلك التجاوب منهم، ربما لأن أغلب الأماكن مليئة بالسيول والكثير من العوائق، وربما لم يستطيعوا أن يصلوا إلى جميع المتضررين من هذه الكارثة. طيب سلسبيل، لو سألتك هل تواجه هذه المشكلة سنويا، مشكلة السيل؟ حقيقة نعم. ما الذي يمكن أن تفعله هذه الخيام؟ يعني أبسط رياح تسقط على ساكنيها. هؤلاء المشردون تركوا منازلهم ومزارعهم وبيوتهم، تركوها باحثين عن الدولة بسبب انقلاب الميليشيا، لكنهم اليوم ما زالوا في العراء، لا يجدون منازل، لا يستطيعون أصلا أن تأمين منازل لهم ولأطفالهم بسبب ارتفاع غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات بشكل جنوني. البعض منهم اتجه إلى السائلة وحدث ما حدث بالأمس، جرفت الجميع. نعم، هل كان هناك تنبيه من قبل يعني السلطة المحلية أو الجهات المعنية بأن هذه المساكن خطرة على السكان حيث أنها تقع في السيل؟ لكن لا توجد بدائل. هل هنالك بدائل إذا قلنا أنها خطيرة؟ الشعب اليمني أو النازحين الذين توفدوا خاصة في الفترة الأخيرة من محافظة الجوف
لا توجد هنالك أماكن مأرب، أصبحت اليوم مزدحمة. أين يذهب كل هؤلاء الكم الهائل من المشردين والهاربين من الجحيم؟ يسلم للأمر الواقع ويدع الأمر للسماء. نعم، إذن سلسبيل، يعني السيل ليست مشكلتكم الوحيدة، هل حدثتنا أيضا عن مشاكلكم بشكل عام كنازحين في هذه المخيمات؟ النازحين في المخيمات يعانون حالة صعبة جدا، الأوبئة، الأمراض، لا توجد أدوية، لا توجد مواد غذائية كافية، الأطفال لا يوجد أماكن ترعاهم، وخاصة في مع هذا الوباء العالمي. ماذا لو حدثت حالة إصابة داخل هذه المخيمات؟ ستكون يعني كارثة إنسانية حقيقية داخل هذه المخيمات. الرياح، المياه، لا توجد هنالك مياه صالحة للشرب، لا تعليم، كل هذه الأشياء، كل هذه عوائق أمام هؤلاء الشاردين الباحثين عن الحياة. نعم. سلسبيل، هل لديك أي معلومة حول عدد المخيمات الموجودة في مأرب؟ المخيمات كثيرة جدا، لكن لا توجد لدي معلومة مؤكدة يعني كم عددها. أغلبها في طريق السيل أم هناك مخيمات على الأقل في أماكن آمنة؟ أغلبها في على مجرى السيول والرمال، العواصف الرملية التي ستحدث، لأنها خارج المدينة تكون الأغلب. طيب، ما هي مطالبكم سلسبيل للجهات المعنية كونكم نازحين ومتضررين أيضا من هذه السيول التي حدثت هذه اليومين؟ نطالب بنداء عاجل وفعلي من السلطات المحلية والمنظمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنقاذ حياة هؤلاء المشردين الآن المتضررين من السيول، توفير مساكن آمنة لهم، توفير مواد غذائية، مستلزمات طبية وكل ذلك. نعم. إذن شكرا جزيلا لك سلسبيل عليا الناشطة والنازحة من محافظة الجوف، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وينضم معنا عبر الهاتف نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. يعني كوحدة تنفيذية لمخيمات النازحين، أين دورها فيما حدث من مأساة أحاطت بمخيمات النازحين بمأرب وعدد من المحافظات أيضا التي شهدت تدفق للسيول هذه اليومين؟ بالنسبة للمحافظات التي تدفقت فيها السيول بشكل عام، قمنا بعملية تحديد الاحتياجات والرفع بها والتواصل مع المنظمات، وتم توفير أغلب الاحتياجات للنازحين كما حصل في عدن وفي المخا وفي لحج. لكن ما حصل في مأرب هي كارثة إنسانية أكبر من قدرات الوحدة التنفيذية وأكبر من قدرات يعني تحتاج بشكل كبير، بحيث أن مأرب بشكل عام ليس مخيمة النازحين التي تضررت، وإنما تضررت مناطق سكنية أهلة بالسكان من الساكنين الأصليين حتى في مأرب. تضررت في مأرب كثير من المخيمات بحدود 18 مخيم. قمنا بعملية تحديد تقييم الاحتياجات، وهذا هو الأساس في عملية أي تدخل. ثم بعد ذلك تم التواصل مع كافة الجهات، وساهمت كافة الجهات في عملية إنقاذ وإجلاء إخلاء النازحين، منهم الجيش والقوات الأمن والسلطات المحلية مشكورة. تواصلنا مع كثير من المنظمات، مع الجهات التي لديها مخزون للتدخل، وكان هناك تدخل بداية من التدخل وبدأ التدخل من اليوم. كمان السلطات المحلية، قمنا بالشراكة مع السلطات المحلية في مأرب مشكورة بتوفير أماكن ما يمكن توفيره، لأن حجم الكارثة كبير جدا. لكن تم استيعاب كثير من النازحين في فنادق، أيضا في أماكن مباني عامة، إلى حين توفير وإعادة بناء مخيماتهم من جديد. نعم، يعني كانت معنا إحدى النازحات وهي ناشطة، وتحدثت أن من تم إسكانهم قليل جدا مقارنة بالعدد الكبير الذين ما زالوا في العراء. أستاذ يعني نجيب، يعني كيف يمكن
إنقاذ هؤلاء؟ يعني الآن بعد السيل هناك يعني أنهم في العراء عمليا يعني بدون مأوى، بدون سقف، بدون بطانيات، بدون ملابسهم، بدون أي شيء، يعني ألا يفترض أن يكون هناك تحرك أسرع من ذلك؟ الآن نحن نتحرك بالنسبة لمن نتحرك حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدينا ولدى المنظمات العاملة في المجال الإنساني. هناك يعني صحيح أن استيعاب النازحين لم يكن بالحجم المطلوب أو بالشكل الكافي، نظرا لأن هناك ليس نازحين فقط وإنما من المجتمع بشكل عام هناك من تشردوا من منازلهم، هذا ضاعف المشكلة. تم استيعاب جزء من النازحين، الجزء الآخر تلقوا دعم عبارة عن خيام وبطانيات ومواد غذائية، ولا زال الدعم مستمر. لكن أستاذ نجيب اسمح لي، يعني هذه الإشكالية سنويا تواجه النازحين وتواجهكم أيضا، وربما هذه السنة الكارثة أكبر. يعني خلال عام ألم يعني تستطيعوا مع المنظمات العاملة مع الحكومة تدبر أمر هؤلاء، إما يعني بإخراجهم إلى أماكن أخرى خارج بعيدا عن مجرى السيل، أو تأمين عدم تدفق السيول إليهم بوضع السدود؟ يعني هل يعقل كل عام تعيشوا نفس المعاناة ونفس البحث ونفس الإشكالية والترتيبات وما إلى ذلك؟ بالنسبة للمحافظة الأخرى حصل أمطار وتم معالجة جزء كبير من هذه الأمطار، بحيث أن في هذا العام لم تكن هناك نفس الكارثة التي حصلت في العام السابق. لكن ما حصل في مأرب هو عكس بقية المحافظات، لم يكن هناك في السابق أي أمطار، أمطار بسيطة سقطت على الجفينة وتضررت مجموعة بسيطة من النازحين، لكن هذا العام تضرر المجمع بشكل عام، المدينة بشكل عام، تقطعت الطرق بين المديريات، أخليت مناطق بشكل عام من السكنين والنازحين. المشكلة كانت أكبر من التوقعات بالنسبة لمأرب. نحن الآن نعمل نحن السلطة المحلية من أجل إيجاد أماكن بديلة، نتمنى أن المواطنين أنفسهم النازحين أنفسهم يستجيبوا للإخلاء ويذهبوا إلى المناطق التي يحددها. السلطات المحلية في السابق حذرت النازحين. نعم، حين تطالبهم بالإخلاء أستاذ نجيب، يعني هل لديهم بدائل؟ يعني المحافظة صغيرة سنوفر أماكن لإقامة مخيمات. سنوفر أماكن لإقامة مخيمات، نحن والمنظمات ونحن والسلطة المحلية سنوفر أماكن لإقامة مخيمات بأماكن بعيدة عن السيول. السلطات المحلية قبل أشهر أرادت إخلاء مناطق فيها تم فيها البناء في أماكن مجاري السيول، وحدثت إشكالية في هذا الموضوع، وتم المزايدة حول الموضوع لماذا السلطة كأنها لا ترغب في أن الناس يسكنوا أو أنها تضايق الناس، بينما الحقيقة كانت السلطات تتحدث أنه هذا مجرى سيل. اليوم وصلنا إلى الذي كنا نخشاه. نحن الآن لسنا في وقت لوم أو تحميل مسؤولية، المسؤولية نتحمل مسؤوليتها جميعا. يجب علينا أن نبحث وسنبحث ونعمل مع السلطات المحلية في مأرب لتوفير أماكن بعيدة عن مجاري السيول، وعلى النازحين انهم الاستجابه لهذا الشيء. لا نريد منهم ان يعودوا الى نفس المكان السابق، لان هناك سيول قادمه ستاتي لهذا العمل العام القادم. نتمنى منهم الاستجابه لهذا العمل ان شاء الله. نعم، يعني ما هي برايك الحلول الممكنه لتفادي او لعمل حلول عاجله لهؤلاء النازحين، خاصه يعني انهم في ظل احتياجات ملحه قبل رمضان حدثت لهم هذه الكارثه، يعني كيف يمكن معالجه الامر؟ قبل ان نتحدث عن معالجه الامر يجب ان اطلعك على حالة وضع النازحين أو الوضع الإنساني في محافظة مأرب بشكل عام. نعم. مأرب منذ 4 سنوات استقبلت من النازحين ما يقارب أو يربو على مليون نازح، من 2014 إلى اليوم 6 سنوات.
ما استقبلت مثلهم مهاجرين. لم تحصل مأرب على أي دعم من المنظمات الدولية، وما يقدم لمأرب من المنظمات الدولية لا يساوي 2% مما يقدم للجمهورية اليمنية بشكل عام. هذه المأرب الخدمات الأساسية التي تقدم لأكثر من 2.5 مليون كانت تقدم في السابق ل 380,000 مواطن. هذه ضاعفت المشكلة. عندما نتحدث عن موضوع مأرب يجب أن نتحدث عن المسألة الأساسية، وهو غياب المنظمات الدولية عن العمل في مأرب. نحن ننادي ونناشد عبركم، وناشدنا وطالبنا نزول كافة المنظمات الدولية. مأرب بها من النازحين ما يساوي 23% من نازحي الجمهورية اليمنية، وفيها ما يساوي 61% من نازحي المناطق الشرعية. لذلك ننادي ونناشد بنزول المنظمات الدولية يجب أن تعمل من محافظة مأرب. ما لم يتم نزولها وعملها من محافظة مأرب ستظل أزمة إنسانية كبيرة. إذا كانت الأمم المتحدة تتحدث عن أزمة، أن اليمن أكبر أزمة في العالم، أنا أقول بأن قلب هذه الأزمة الإنسانية ونواتها في مأرب. مأرب محرومين. مأرب لدينا في المخيمات أكثر من 185,000 طفل لا يذهبون إلى المدرسة. مأرب بها 141 مخيم بما يربو على 1,000,000 نازح، لا يوجد فيها مستشفى واحد للنازحين، لا يوجد فيها عيادات متنقلة، لا يوجد فيها مركز مجتمعي لخدمة النازحين. طيب يعني أين هو دوركم كوحدة تنفيذية لمخيمات النازحين في كل ما تقوله أستاذ؟ نحن قمنا بمخاطبة المنظمات ونقوم بمخاطبتها، لكننا نجد تقاعس شديد من قبل المنظمات. لا تريد، وهناك عرقلة لأي جهود من قبل المنظمات، نظرا لأن مأرب ماليا لدى المنظمات الدولية لا زالت تدار من صنعاء ومن تحت سيطرة الحوثي. وطالبنا المنظمات الدولية وخاطبناهم بالضرورة أن يتم فصل مأرب عن تبعيتها لمكاتب المنظمات في صنعاء، ولا زال عملنا جاري في هذا الاتجاه. نعم، إذا أستاذ نجيب، يعني برأيك هل هذا هو يعني إجابة المنظمات بأن مأرب ليست منفصلة ماليا عن صنعاء؟ يعني إذا أين دور الحكومة لإثبات أن مأرب منفصلة ويجب محاسبتها؟ نحن دورنا نحن كما قلت لك، لأن نحن نتواصل للأسف الشديد إلى ما من نهاية 2018 لم يكن هذا الموضوع الجهات الرسمية. عندما جئنا في بداية 2019 كان عدد النازحين مسجلها منظمة الهجرة معتمد على 76,000 نازح. عندما قمنا بعمل مسح ارتفع العدد، وجدنا أن هناك 850,000 نازح. يعني هذا فجوة كبيرة، لم يكن مسجل من النازحين سوى 6-7 إلى 8% فقط من النازحين. نحن الآن لازلنا نضغط على المنظمات الدولية بأنها لابد أن تنزل بالعمل في مأرب. يتذرعون بأعذار واهية. سنعمل وسنتابع هذا الموضوع إن شاء الله إلى أن نحقق شيء. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ نجيب. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم الذرة، مدير العلاقات العامة في ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور، حياك الله وبياك. أهلا بك. إذن ما هو تقييمك للوضع، وضع المخيمات والنازحين في ظل السيول التي حدثت هذه اليومين؟ حياك الله وشكرا لك والمشاهدين الكرام. يا أختي الكريمة، أعطيكم نبذة يعني مختصرة عن مأرب، ما الذي حدث. من يوم الأربعاء حدث هناك أمطار ورياح وعواصف، وللأسف الشديد أن الخيام الذي كانت مهترئة وتشددت بها المنظمات الدولية بأن عددها من المنظمات، ما رأيت
منظمات العالم تأتي وهي عبارة عن ممزقة إلا في اليمن للأسف الشديد يعني. فمجرد جاءت الرياح وإذا هذه المنظمات تطير مع الرياح ومع العواصف وأصبحت الناس في العراء. ثم جاءت موجة الأمطار عاتية مع عواصف مع غيرها وسببت هذه إلى كوارث كبيرة جدا يعني. تخيلي الآن عندنا الآن في بعض الأسر مثلا مفقودة، في بعض الأطفال مفقودين، في عندنا حالة الآن النزوح بس الذي حدث في المخيمة اللي هي الزبرة والخير والسويدة والميل وغيرها وفي الجبينة وفي الروضة وحي الشركة، جاءت هذه السيول فجربت كل ممتلكات الناس. نعم. سواء من إيواء، من أدوات منزلية، من مستلزمات ضرورية للحياة، من سيارات، من مطرات، من أي شيء يعني. للأسف الشديد يعني هذه كانت كارثة حقيقة يعني واجه الناس ولهذا الناس كانوا في حالة ذهول ما الذي حدث يعني. لكن نقول هذا قدر الله ما شاء فعل ونسأل الله التوفيق والسداد يعني. نعم قدرهم للأسف الشديد يعني أن يعيشوا مشردين وتنتهي بهم. نزلنا نزول ميداني في الصباح ونزلنا أمس الليل. نعم. وجدنا الناس الآن أسر الآن والله بعضهم أنه كان نايم فوق ما هو زوجته يعني. يعني ما عارف شين يروح، ما إلا أضطر أنه ينام هو زوجته فوق الماء يعني. وبعض الأولاد الله يكرمك عينين فوق هذا الدبة أو كذا مرتفع علشان الطفل هو يعني حط له أو زي خزان كذا وأي حاجة يعني. والآن ما تقول حتى الصباح يعني بهذا الوضع الإنساني الكارثي يعني للأسف الشديد. نعم إذا يعني ما الذي قدم لهؤلاء النازحين؟ يعني كم أنت تحدثني عن عدد كبير من المخيمات التي تضررت إذا يعني وبالتالي فهناك العدد الكبير من الناس، ما الذي رأيته يعني؟ عدد النزوح الآن عندنا على حسب الوحدة التنفيذية لأنها الوحدة التنفيذية لمارب وصنعاء والجوف يعني. تم النزول هناك فريق لحصر الأضرار وجمع البيانات اللي موجودة عندهم وعندنا جميعا يعني كل المنظمات 10786 وفاة 3 أطفال 99 شخص منها 7 منها حالة حرجة و5 مفقودين. هذا الذي حدث. بالنسبة للمنظمات المنظمات المحلية كانت أكثر استجابة وأكثر تعاونا يعني. يعني أمس الليل مثلا هيئة صنعاء جهزنا 300 كرتون تمر، كل ما كان لدينا من المخازن صرفنا يعني 300 بيجامة، 200 في عندنا جمعية النداء أيضا كذا 300 سلة غذائية استجابة أيضا يعني. وفروا هناك وجبات الطعام للناس، كثير من المنظمات المحلية قدمت يعني ما لديها. لكن للأسف الشديد المنظمات الدولية ما زالت لحد الآن لم تقدم شيء وكأنها متفرجة على الناس، والناس يعني بهذا الوضع الإنساني الكارثي الآن تجد الناس الآن يبيتون في العراء يعني. وبعض الأسر يعني تخيلي بعض الأسر دخلت إلى بعض البيوت تجد بعض البيوت فيها من 10 أسر من 15 أسرة يعني الأطفال ينام حتى في الشارع يعني. التدخل الذي كان من المؤسسات كان تدخل جيد يعني، وإن كان إمكانيتك تكون بسيطة لأن هذا يحتاج للتدخل. هذه المنظمات التي تأخذ بالدولار وتتشدك بأنها تدفع للشعب اليمني و تساعد الشعب اليمني، وللأسف الشديد لم تقدم شيء ولا أي شيء ولا أي حاجة إلى حد هذه اللحظة يعني. نعم إذا شكرا جزيلا لك عبد الكريم الذرة مدير العلاقات العامة في ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ نجيب، كنت سألتك عن ما هي الحلول العاجلة التي يمكن تقديمها لهؤلاء. الحلول العاجلة بالنسبة للحلول العاجلة نحن الآن في إطارها عن طريق حشد الدعم وتقديم الدعم للنازحين، ثم يأتي بعد ذلك التفكير وإنشاء مخيمات جديدة وترتيب الوضع من جديد. الآن هناك تدخلات لإيواء النازحين كما قلت لك، وأيضا هناك توزيع سلات غذائية. أمس واليوم تم توزيع أكثر من 4000 سلة غذائية عن طريق مركز الملك سلمان، جهز استعداد اليوم لتوزيع 2500 سلة غذائية جديدة و300 خيمة، ولا زال الجهود جارية للتغلب على هذه الكارثة الإنسانية، وندعو كافة الجهات للتكاتف معنا والعمل معنا بشكل جاد
من أجل التغلب على هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة. من هي هذه الجهات؟ كافة الجهات الفاعلية الخير، المنظمات الدولية، لابد أن نعمل جميعا. نعم، إذن يعني عادة في ظل هذه الأزمات أستاذ نجيب نجد هناك تفاعل مجتمعي جيد، هل فكرتم بفتح مجال المبادرات المجتمعية بحشد يعني حتى ولو على مستوى الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني ما يحدث الحقيقة مأساة حقيقية يعيشها هؤلاء النازحون. حقيقة ما يقدمه المجتمع للنازحين سواء اليوم أو من قبل يعني هو ما يغطي أكثر من 40% من احتياجات النازحين. الأمس كثير من المحلات، كثير من رجال الأعمال تطوعوا بمبالغ مالية وشراء مواد عينية بشكل مباشر للنازحين، ولا زالت هذه التدخلات من قبل المجتمع تقدم. نحن الآن لسنا بصدد ترتيبها وتأطير هذه المساعدات أو التدخلات للمجتمع حتى لا تكون مكان لفساد أو لعدم أو ظلم أو عدم عدالة في التوزيع. لذلك نحن ندعو المنظم الجهة الممولة المتدخلين الفاعلية الخير والمجتمع للتدخل. نحن فقط سنقوم بعملية تنسيق وتحديد أين الاحتياجات وهم يقوموا بعمل مباشر مع النازحين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نجيب أسعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية سيف مثنى مسؤول وحدة النازحين في محافظة مأرب. مساء الخير أستاذ سيف. مساء النور والعافية. إذن هؤلاء النازحون الذين هم بلا مأوى أصلا وجرفت السيول ما تبقى من مقاومات حياتهم الشحيحة، أستاذ سيف ما هو مصير آلاف النازحين الذين تعرضت مخيماتهم للسيول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة بلقيس، ونشكركم على الاهتمام في هذا الجانب. طبعا محافظة مأرب فيها تدفق كبير من النازحين، نحن لازلنا نعاني في الوحدة التنفيذية مع السلطة المحلية من النزوح السابق الذي حصل من مديرية مجزر ومن محافظة الجوف، نزحت أكثر من 18,000، لم يتم تغطية إلا جزء قليل منها لما يتعدى 30%. نتفاجأ بهذه الكارثة التي حصلت بالأمس في موجات السيول والإعصار الذي حصل لأكثر من 29 مخيم في محافظة مأرب، 29 مخيم التي فيها أضرار أكثر من 70% في كل هذه المخيمات. الأعداد المتضررين في هذه المخيمات وفي الأحياء السكنية أكثر من 10,700 أسرة، فيه أربع وفيات من خلال الرفع من قبل المختصين في هذا الجانب. الاثنين لا يزالون مفقودين، فيه 99 حالة، سبع حالات منهم حرجة. هذا عن الوضع والأرقام التي موجودة لدينا في الوحدة التنفيذية. إذن ما الذي تم تقديمه لهؤلاء أستاذ سيف، خاصة ونحن نعلم أن العدد كبير والضغط كبير على محافظة مأرب وهي ليست مؤهلة لاستقبال كل أولئك؟ يعني تحدثني عن 99 حالة من الجرحى، سبع منها حرجات، هل هناك مستشفى لهؤلاء النازحين؟ هل هناك من يقوم برعايتهم؟ ما الذي تم تقديمه خلال هذه الكارثة؟ طبعا نحن في الوحدة التنفيذية وجهنا نداء استغاثة لكل الشركاء المحليين والدولويين وللسلطة المحلية، نشكر السلطة المحلية بكل مكاتبها وعلى رأسها الأخ محافظ المحافظة الذي وجه لكل المكاتب كلها بتسهيل إجراءات النازحين والتعاون معنا بكل ما يقدرون له. تم فتح مستشفيات بالمجان للأخوة المتضررين النازحين، تم توجيه من قبل الأخ محافظ المحافظة للوحدة التنفيذية باستيعاب النازحين المتضررين الذين لا يوجد لديهم مأوى بتسكينهم في الفنادق وفي المدارس. وتم عمل اجتماع الأخ محافظ المحافظة في صباح اليوم هذا مع جميع المكاتب الحكومية مع المنظمات الدولية والمحلية، وحث المكاتب الحكومية وحث المنظمات الدولية والمحلية على سرعة الاستجابة للنازحين والكارثة هذه.
تم عرض عدة تدخلات من قبل الشركاء المحليين والدوليين، لكن التدخلات للأسف أنها تدخلات ضعيفة جدا مقارنة بالكارثة التي حصلت. نحن لازلنا نعاني من الكارثة الأولى التي لم يتغطى منها أكثر من 30%، وحصلت هذه الكارثة. تم من قبل الأخ محافظ المحافظة بتبرع 150 مليون لتعتبر مرحلة أولى لإنقاذ الأخوة النازحين، ونحن نحن لازلنا ننادي المنظمات الدولية والمحلية بإغاثة هؤلاء النازحين. نعم، إذن يعني هذه الإشكالية تواجهكم، يعني كما قلت هناك المشكلة السابقة والتي كانت ربما أكبر، لما لم توضع الحلول الاستباقية لعدم تكرار ما حدث؟ طبعا نحن عملنا الحلول من قبل وتكلمنا مع الشركاء الدوليين والشركاء المحليين بأن محافظة مارب تضاريسها لا تنفع هذا المأوى للنازحين في محافظة مارب. هذه الخيام وهذه الإيواء الطارئ لا ينفع أن يسكن فيه النازح في محافظة مارب، لأن تضاريسها فيها إعصارات شديدة، فيها أمطار شديدة، فيها في وقت الصيف فيها حرارة شديدة. فتكلمنا مع الشركاء ورسلنا لهم مشروع عبر الوحدة التنفيذية أن يستبدلون مشاريع الخيام بمشاريع مستدامة عبر كرفانات، عبر صفيح، عبر مباني للأخوة النازحين. لكن تدخلات لا زال قليلة جدا تجاه هؤلاء النازحين. نحن في الوحدة التنفيذية لدينا أكثر من 134 مخيم في المحافظة، لدينا من شهر 1/2020 إلى تاريخ اليوم 16/4 لدينا أكثر من 30 مخيم تم استحداثها. فالاحتياج كبير جدا والنزوح كبير جدا. نعم، إذن ما هي طبيعة التجهيزات الإغاثية والإنسانية لهؤلاء النازحين والتي يمكن تقديمها؟ طبعا نحن بحاجة إلى الإيواء، الإيواء هو أهم شيء الآن. نحن عندما عملنا ندى استغاثة وتم مشاركته من قبل المجتمع المحلي من جميع القطاعات الخاصة، وتم تبرعات من قبل التجار في محافظة مارب من قبل المجتمع، تم احتواء بعض الأسر عند أسر محلية موجودة في المدينة وخارج المدينة. فيه بيوت تحتوي أكثر من 8 أسر، أكثر من 10 أسر، لا زالت البيوت مكتظة بالنازحين، وهي مكتظة من قبل عندما حدث النزوح الكبير الذي حدث في محافظة الجوف وميزر. وعندما حدث هذه الكارثة بالأمس زادت المأساة. نعم، إذن المنظمات الإغاثية والتي ربما تستثني مأرب من الكثير من الدعم والخدمات التي يمكن تقديمها، كيف يمكن إجبارها على الالتفات لهذه المحافظة وإلى المعاناة التي تعانيها من الضغط الحاصل عليها من عدد كبير من النازحين والذين هاجروا إلى المحافظة؟ طبعا العدد النازحين كبير جدا والنزوح كبير جدا. مارب كانت تحتوي على الكثير، على 600 ألف أسرة في عام 2014. الآن مارب فيها أكثر من 3 مليون. هذا السؤال المفروض يوجه للأخوة في وزارة الخارجية، في الأخوة في وزارة التخطيط، يوجه لهم مثل هذه الأسئلة. مارب محرومة من جميع من كثير من المشاريع في للنازحين. مارب مكتظة بالسكان، مكتظة بالنازحين من جميع محافظات الجمهورية، لكن التدخلات قليلة جدا في هذا المجال. لا زالت للأسف إن مارب لا زالت تتبع المركز الإنساني حق صنعاء، ونحن تخاطبنا مع رئاسة الوزراء مع أن يتخاطب مع وزارة الخارجية، مع وزارة التخطيط، على أن يتخاطبون مع الأمم المتحدة على أن يكون مارب مركز إنساني مستقل. وهذا الشيء لابد أن يستقل مارب، يكون مركز إنساني مستقل، أو ستظل الكارثة كما هي. من هي الجهات التي قدمت لهؤلاء النازحين في كارثتهم هذه المساعدات أستاذ سيف؟ طبعا للأسف أن التدخلات لا زالت الآن من شركاء محليين. الشركاء الدوليين لم يتقدمون بأي شيء للآن. الشركاء الدوليين لدينا منظمات دولية، منظمات الأمم المتحدة موجودة في مارب، لكن المخزون لديها فاضي، لا يوجد لديها أي مخزون طارئ.
ونحن اليوم مع الأخ محافظ المحافظة عندما اجتمعنا كل الشركاء وضعوا تدخلات مخزونهم الذي لديهم على الطاولة، لكن المنظمات الدولية لم نسمع منهم أي شيء. نعم، ماذا عن مركز الملك سلمان؟ هل قدم أي شيء خلال هذه الكارثة؟ طبعا مركز الملك سلمان نشكرهم على ما يقدمونه، فيه تقديم، لكن مقرنه بالاحتجاج وبالمأساة لا يزال قليل جدا. فيه تقدمات بأعداد قليلة تقدر بالمئات، الآن ما فيش أي تدخلات كبيرة لدى النازحين. نحن لدينا احتياج كبير خاصة في مجال الإيواء، نحن لدينا احتياج كبير في مجال الإيجارات. فيه نازحين موجودين الآن متوزعين في الفنادق، متوزعين في الاستراحات، متوزعين في المدارس، لا يوجد لديهم أي شيء. نحن تكفلنا بهذا الوحدة التنفيذية مع الأخ محافظ المحافظة بتسديد هذه الإيجارات، لكن ندعو المنظمات الدولية والمحلية إلى اللفت إلى هذا الاحتياج، لأنه مهم جدا إلى توفير إيجارات للنازحين، حتى كل نازح ياخذ نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك. لا. والسكن في المخيمات او في هذه الاماكن سيعتبر صعب جدا على الاخوان النازحين. اذا ما هي الحلول التي يعني يفترض ان تقدم لهؤلاء النازحين في هذه الظروف الحرجه والوقت ايضا القصير؟ اهم الاحتياجات كما ذكرت سلفن، ان اهم الاحتياجات هي الايجارات، تقديم الايجارات للنازحين، هذه اهم الاحتياج يذكر، وتقديم مواد الايواء، تقديم مواد الايواء للنازحين الذين تضررت منازلهم، تضرر كل ما لديهم. في عندنا الاحصائيات الاوليه، عندنا 10700 اسره الذي تضرر كلي، لا يوجد لديهم اي ايواء ولا مواد ايواء ولا مواد غذائيه، اتلف كل ما لديهم. نعم، اذا يعني رسالتك للجهات المعنيه لسرعة يعني تقديم ما يجب تقديمه لهؤلاء النازحين أستاذ سيف؟ نحن نوجه نداء استغاثة عبركم عبر قناتكم لجميع الشركاء المحليين والدوليين وجميع شركاء العمل الإنساني وللحكومة بالحكومة بقيادة الأخ معين وزير ورئيس الوزراء، أن يوجه أن يتم تحرير مذكرة إلى عبرهم عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، إلى بتوجيه نداء استغاثة لمحافظة مأرب. محافظة مأرب لديها نزوح كبير جدا وتدخلات فيها قليلة جدا، لابد من تحرك أممي على هذا الشيء. مأرب فيها الآن أكثر من 3 مليون. نعم، إذا كان الله بعونكم أستاذ سيف لإنقاذ هؤلاء النازحين، فهم بأشد الحاجة لمد يد العون. شكرا جزيلا لك سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.